السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نقدم لكم حلوة ديال التمر على هذا الشكل. عجينة واحدة وكندير منها ثلاثة الشكيلات، كتجي زوينة ورطبة نفس الوقت. وكنتمنى هاد الوصفة تعجبكم. دابا غادي ندوزو المقادير والطريقة نفس الوقت. هنايا غادي نضيف 500 غرام هنايا ديال الزبده، تكون بحال موقع على حراره المطبخ، كتكون لينه مزيان. وكنضيف فوق 9 المعالق ديال الماء الزهر، تسعة معلقات غنحطو، عاود نضيفو 9 المعالق ديال السكر كلاصي، غادي نخدموه مزيان. في الحقيقه سمحوا لي انا نسيت، خاصني نحط على السكر كلاصي والزبده حتى نمزجهم مزيان عاد ندير الماء الزهر، لكن تدابا ماشي مشكل. غادي نخدموه مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم. وغادي نضيف قريصه ديال الملحه، قريصه ديال الملحه، وغادي نضيف نص كيس ديال الخميره ديال الحلوى كيماويه. دابا هنايا انا ضفت سميتو معلقه ديال الخميره كيماويه 4 غرام، ودرت جوج معلقات صغار ديال الخل. وغادي ندير دابا الدقيق، الدقيق غادي ندير كيلو ديال الدقيق يكون مغربل. انا دابا جمعتها تقريبا، ما احتاجيتش كاع داك الكيلو ديال الدقيق، بقى منه تقريبا 100 غرام، ودرتها على هذا الشكل كويرات. وغادي كل وحده نفردها باش غادي نعمرها بالحشوه ديال التمر. هذا العجينه ديال التمر. بالنسبه للتمر كل واحد كيدير على القدر اللي بغا. بحال دابا انا درت هذا كيلو ديال الدقيق بالنسبه للعجينه هذه، درت هنايا نص كيلو ديال التمر، بخرته ومعكته بالفرشيطه، وضفت عليه تقريبا نص كاس ديال الزنجلان ونص كاس ديال اللوز ومعلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه كبيره ديال الزبده وربعة المعالق ديال ماء الزهر، صافي وخلطته. ها هي دابا هنايا فردت على هذه الطريقه العجينه، ودرت عليها الحشوه ديال التمر، وغادي نلف عليها. نحاولوا نهزوا العجينه بشويه على الطريقه، نلفوها هكذا وثاني هكا، صافي ونقطعها. نحاولوا نضغطوا عليها شويه من هذا الجنب الى الطريقه، عاودوا نلفوها هكذا، نحاولوا نضغطوا عليها باليد شويه، كتجي تقريبا بحال الشكل ديال كما كنسقموا المقروط بحال ما هكا. نحاولوا
نصحوها نقادوها من الجناب ونبسطوها واحد شويه من الفوق على هذا الشكل. دابا هنا غادي نقشهم بحال ما هكا على الطريقه. كما كتشوفوا في الصوره هذا الشكل الثاني كنقطعوها على هذا الشكل دائري وكنلفوها بحال ما هكذا، كنسدو عليها العجينه من الفوق. نحاولوا نقادوها نشكلوها مزيان. تجي على هذا الشكل بحال شكل باطو هكذا. وكنقشوها شكل عاود من هاد الجنب عاود من الفوق. هاد الشكل نجيو حتى لهنايا عاود نقشوها هكذا. كنستمروا على هاد الطريقه حتى تنكملوا العجينه كامل. هذا هو الشكل عاود الثاني كنقل بحال ما كو كنلور بها، كنضيف عليها هذه من الوسط وكنلففها عليها هكذا عاديه على شكل غريبه ونبسطها شويه هكا على هذا الشكل. ايوا وكنقشها حتى هي بالمنقاش من الجناب هكا ومن الوسط على هذا الشكل، وكندير عليها هذه من الوسط قرنفله. هذا الشكل الثالث. هذا هو الشكل دابا النهائي. دابا دخلتها الفران تقريبا نخليها 15 دقيقه حتى تطيب ونخرجها ونخليها تبرد شويه. ملي تبرد ندير عليها سكر كلاصي. ها هي دابا ملي طابت على هذا الشكل رشيتها بسكر كلاصي مزيان حتى خليتها تبرد عاد رشيتها بسكر كلاصي كما كتشوفوا واضح في الصوره. هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الحلوه ديال التمر. وكنتمنى تكون هاد الوصفه ديال الحلوه عجباتكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم كل جديد من الوصفات.